السلام عليكم جوهراتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ لاباس. كنتمنى تكونوا في احسن حال. كيف كتلاحظوا اليوم غنشارك معكم واحد الرسمه ديال الحنه اللي سبق لي حطيتها في القناه في الايام الاولى فاش كنت ندير القناه. ولكن كان المونتاج ديال الفيديو الصراحه ما كانش زوين، كانت الفيديو محطوط بالطول فما كانش كتبان مزيان، فعاودت حطيته وقديت ليه المونتاج ديالو بالعرض. كنتمنى ان المره تكون اوضح رسمه. بالنسبه للرسمه اللي غنشارك معكم اليوم هي رسمه كتسمى نيجاتيف ستايل حنه، اللي كدار بالعكس، يعني كترسمو بحال هكا كما كندير انا دابا الوردات بهذا الشكل، ومن بعد عاد كتعمرو عليها بحيث كتعود تبان الرسمه هي اللي خاويه والخارج ديالها هو اللي عامر. غادي تشوفوا كيفاش غادا تكون النتيجه ديالها. كنتمنى ان هاد الرسمه ديال الحنه تعجبكم، وخليوا لي لايك، خليوا لي تعليق اللي عجبتكم، وكذلك ما تنساوش تشاركوا في القناه الا كنتوا باقين ما شاركتوش فيها. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا جزيلا. وكذلك بالنسبه للاخوات اللي عندهم اهتمام انهم يشاركوا في الجروب معايا في الفيسبوك، فغدا نخلي لكم رابط ديال الجروب في ديال الفيسبوك في صندوق الوصف وكذلك في التعليق، فما عليكم الا انكم ديروا اضافه وانا ان شاء الله غدا نقبلكم ومرحبا بكم والف مرحبا. دابا نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه وسمحوا لي على الهضره ديالتي، راه باقي دارني الدرس باقي دارني الاثار ديال الدرس اللي حيت، فكنهضر بشكل غريب كنهضر غير بزز، فاعذروني على هذا الصوت وهاد الهضره هكا دايره. أرحمي